الدخل اليومي للفرد حتى إذا كان عن شغل لحق 1000-1500 ليرة. بالحقيقة إذا بده يشتري شيء لبيته أو طبخة بتكلفه شيء 5000، فهذا الشيء صار صعب كتير كتير على المواطن. حتى كمان الناس خايفة من قصة الكورونا أنه تنتقل من مواقع النظام لهون، فهذا الشيء كمان عم بيتخوفوا منه كتير كتير. هلأ نحن واقفين في بسطة بالمواد الأساسية لرمضان، كان معروق، كان بقلاوة، كان برازي، كان قطايف، كان شعيبيات. الحمد لله الأمور بخير، واتمنى من أهالينا اللي طلعوا من 10 سنين من هالبلد يتذكروا إنه في عنده بلد اسمه الجسر. الرزق غالي كتير وبضاعة غالية، لذلك أحوال المادية كويسة يعني ما في، والأوضاع كتير سيئة بالنسبة للبيع والشراء. السنة الماضية كانت أفضل هالسنة هاي. بيقولوا رمضان كريم، بس الوضع هالأيام اللي عم بيعيشه الفقير بيخالف هالشيء. اشترينا بقت نعناع وبقت بقدونس وعطيناه 500 للبياع، وقفت على جنب فبيقول لي إنه الله يجبر عنك، فما بعرف إيش القصة، بس عن الفتوس صار بيكلف كتير، الفقير شو بده ياكل؟ اليوم مدخول للعالم ما في، يعني كيلو البندورة اليوم ب800 ليرة، يعني ربطة الخبز ب400، العالم ما في مدخول يعني. وبالنسبة للهدوء اللي صار الحمد لله، وبالنسبة للمبيعات عن السنة الماضية كانت أكثر، ولكن هون عنا هلأ هالسنة أسعار غالية، الليرة السورية بالأرض.